شرفتونا. رجعناكم مع مخرجة ومهندس صوت من جيل الشباب أيضاً، كريستي سماحة المخرجة السينمائية، وزياد نصر الله مهندس الصوت. أهلا وسهلا فيكم. كريستي، البداية معك، خلينا نبدأ بهيدا الحب، هيدا الشغف بلش من أنت وصغيرة، لا تخرجت من الاليو برصيدك 3 أفلام، خبرينا أكثر عن الحكاية. أوكي، سو أنا وصغيرة كتير بحب صور photographs mainly، بس لما فتت على الجامعة قررت إنه أتخصص بالإخراج. So شفت حالي كتير فيها وبلشت كتير إنه صور أنا my own work experimentals وأخذ كاميرتي وبس روح صور وهيك random things يعني. لا تخرجت، لا حسيت حالي إنه صرت أقوى بالtechnical aspect تبع التصوير. ومن وقتها بلشت فوت أكثر ببروجكتس، أفلام، ميوزك فيديوز، بودكاست، يعني I'm trying to expand. إيه مزبوط. لأشوف أنا وين أكثر شيء برتاح، وكمان إنه just to have an experience من كل النواحي. وهلا صار في يعني 3 films و other projects. ما قررت بعد وين بترتاحي؟ أفلام، ميوزك فيديوز أكثر شيء يعني. زياد، قصتك أنت. أنا بلشت عمل موسيقى أنا وصغير. It was like a passion at the beginning. Time passed, youth passed. فتحينا انجلش. شو قصة الانجلش لوقتي؟ عم نجرب بالعربي. وقت مرة بس خلينا نقول انه كمان زياد انت خلقان بامريكا، بكاليفورنيا، فدرست كمان بين امريكا ولبنان. درست باورلاندو بفلوريدا واهلي هون. فرجعت لهون لاشتغل هون، اضبط. طبعا. انه بدنا نعمل شيء للبنان، يو نو. كبر اسم لبنان أكثر، وهنيك الشغل الصراحة is not that as easy. People think that, no, it's not as easy as it is, you know. وهلا بلشت بالميوزك وأنت صغير. بعدين يعني I used to rap، كنت عامل راب أنا صغير، هي بلشت هيك الهواية، and then صرت عامل بيانو وما بيانو وهندسة صوت وهيك، وقلت بدي أخذها more professionally. فقلت لبي بدي أدرس مع حالي، قال لي شو بدك؟ قلت له ميوزك. قال لي اوكي روح درست ورجعت فتحت استوديو وتعرفت على كريستي وماشيين بالشغل. حبيته لبيه لانه شجعوا بمجال الفن. صحيح. يمكن نحن بلبنان بفتره ما كثير كنا نعطي اهميه للفن. كنا نقول انه ما بيطعمي خبز ولوين بده يوصل، بس هلا عم نعطي اهميه اكثر واكثر، وبنعرف انه اكيد نحن بحاجه لفن راقي، والفن اكيد واجهه البلد بالنهايه. هيدا الشيء بخلينا هيك ننفس شوي. فهيدا الشيء اللي جمعكم اثنيناتكم، لانه كريستي بتعمل ميوزك فيديوز. Yeah, she actually did a music video for me. That's how I تعرفت عليها بالأول. And قلت لها إنه أنا I have a record label. Let's collaborate. طلعت بتغنى. وأنا I rap. We're making music هلا، وفي ألبوم جاي على الطريق. Off topic يعني. بس جمعين كل شيء في فن. Yeah. So we just did our music video هلا like a week ago. مين بيرقص فيكم؟ أنا برقص، بس إنه الكاميرا ما في انضم لإلكم. بس رقصتي مش حلوة، رقصتي أبداً يعني، بس إنه بتمرق يعني، يعني بتضل لفن الرقص. مظبوط. ده أنا بالإطار. ديفنتلي. طيب تنحكي عن بيت المنجل. نبدأ مع كريستي. أوكي، هو نحن عملنا هذا الفيلم لل 50 أور فيلم كومبيتيشن تبع LAU. بس هو كومبيتيشن معروف انترناشونالي، وهو معروف اكثر بال 48 اور فيلم. هون اعطونا ذيس 2 اكسترا اورز لينعمل الفيلم. هي الفكره من وراها انه الموفي بده ينعمل كومبليتلي فروم 0 تو 100 ب 50 اورز، وبيتقدم باخر ال 50 ساعه، وبعدين افتر 1 ويك بيطلعوا النتائج، وي وون ذا كومبيتيشن بيست على سينماتوجرافي، ساوند، art direction، acting، directing، editing، كل الاسبكتس اوف ذا برودكشن يعني. وي هاد ذا بيست فيلم، سو وي وون ذا كومبيتيشن. والا يو جيف اس اوبورتونيتي هلا بالصيفيه تو برودوس انذر فيلم. ان شاء الله فينا نطوله اكثر يعني، يكون موفي اطول. وهلا وي غانا بي وركينج تقريبا نفس التيم يعني، بنرجع بنشتغل مع بعض.
وبنرجع we produce a film بالصيفية. We're gonna try to put the movie somewhere in like some festivals outside. بدنا نحطه كمان بالفستيفالز. You should, أكيد. لأنه هلا بس نعرض بالأليو بس شفنا إنه فيه إنه بينحط محلات تانية. So definitely we will take it internationally and see what happens with the movie. طب أولا خلينا نقلكن مبروك وقبل ما نعرف زياد بشو ساهم بهيدا الفيلم خلينا نشوف هيك مشاهد صور. أول شيء حاب أعرف اسم الفيلم على شو مبني لبيت المنجل. It's very complicated. كان بدنا اسم آخر ثانية ونحن على أساس بالفيلم بدنا نستعمل هيدا الطول. المنجل. ما استعملت. رجعنا ما استعملنا استعملنا سكينة لأنه ما بعرف وين ضاع المنجل فرجعنا إنه قررنا نستعمل سكينة. فخلينا الاسم لأنه الجرافيك ديزاينر كان أوريدي عامل الديزاين وما بقى في وقت إنه نغير الاسم. فبقي واي ثينك اتس انترستينج لانه هو اصلا فيلم اتس ا بيت سايكوتيك اور وات ايفر سو ميبي انه ذا اودينس ويل اندرستاند انه اوكي هو انه اسمه هيك لانه اتس ا بيت سايكوتيك فتركناه هلا اي دونت نو اذا بنرجع بنغيره على شيء اكثر ريليفنت للموفي وبنحطه بالفستيفالز كاسم يكون ريليتد اكثر للفيلم بس سبب لإله ما كثير في سبب صراحه اوكي زياد بدي اعرف باي طريقه شاركت وساهمت بالفيلم كل الميوزك اوكي كل الساوند كل شيء ساوند عم تسمعيه في تركيز كثير كبير يعني على الصوت انا الصوت جذبني كثير على فكره كله الحاني وهيك كل شيء ف was nice يعني واشتغل لحاله اشتغلت يعني لحالي بالاول ما كنت عارف شو عم بيصير فتخيلت الفيلم وطبقت كله على المضبوط يعني yeah, which is كيف يعني اشتغلت لحالك؟ يعني بالاستوديو عنده قلت لها كان كريستي هي عم تصور كز ما عندنا وقت كثير فهي عم تصور وانا بالاستوديو قلت لها شو عم بيصير؟ بس في بازل يعني تركب مضبوط ايه ركبته كله بلا ما اعرف وبالاخر وي اديتد يعني اخر اخر شيء لما جينا عم نعمل اديتنج انا اي اديتد وهو قاعد حدث صرت انا عم بشتغل اديتنج
هو عم يطلع على ماي لابتوب يعني ويقول لي اوكي ساوند هالقد يجا يروح يظبط هونيك ورجعنا حطيناهم كلهم مع بعض وطلع شيء كثير حلو بس ليكون في هيدا الماتشنج مع بعض وكل واحد عم يشتغل بطريقه منفرده بتخيل انه الافكار كثير قريبه لبعض كيف بتوصف التعامل مع كريستي يعني كريستي اتس لايك مثل الماي ساتش سويت هارت يعني مثل الماي اتس لايك يعني بتتهضم بسرعه يو نو وات اي مين انه منا ثقيله وما عند منا شايفه حالها ابدا ف honestly طب انت شو رايك انا اي لاف وركينج وذ هيم صراحه كثير بيض لي وجهي لانه انا اول مره يعني نحن وي ورك ميوزك بس وين يو كم بدك تعملي فيلم سكورينج اتس فيري ديفرنت من ما كيف تشتغلي بالستوديو وين يور سينجينج صح وهلا وين وي وركت اون ذس كثير ارتحت اكثر بالشغل معه لانه فرق يعني I saw something very different من عاده شو بنشتغل وكثير يعني عم نشتغل شيء رعب our songs ما خصهم بالرعب so كان feeling completely different بس honestly انا بالنسبه لي الموفي بلا ساوند ما كان له عازه صراحه هلا بدنا نحكي عن قصه الموفي بما انه قلتي رعب شو القصه شكله عم يقتل العالم Yeah. هو basically the idea كانت إنه he's a psycho so عم بيجرب يتجوز وعم بيجرب يعيش وصار ختيار و he's not getting married و it's a twisted story of كيف المرة بتقله لا لما يجي بده يتجوزها ف he hides them بالبيسمنت تبعه وآخر شيء بتفهمه إنه في خواتم وفي صور النسوان عنده بالبيت وكل ما يقتل واحدة منهم بيدب الخاتم تبعها تحت الأرنبيطة as a memory of her لأنه she said no it's a very weird story it is actually بس ما حدا قال له إنه ما يتأسف أحسن إذا ما تجوز it's fine yes that's true people say that after 20 years experience true. But we still haven't got there you know? مزبوط فينا نقول شو بيصير آخر شيء ولا نخليها we can I guess a bit هو الفكرة هلا أنا personally كان بدي القصة تنعمل أطول because نحنا كان عنا a time limit of 3 to 7 minutes للفيلم بس أنا بالنسبة لقلي الستوري لاين تبع هذا الفيلم كان بنعمل كان بيحمل أكتر yes, أكتر بكتير بس وصلت الفكرة بسفن minutes yes definitely okay. وصلت الفكرة هو شو بيصير كيف نحنا منفوت لعنده على البيت هنا في بنت وصبي بيسمعوا ضجة عم بتصير بقلب البيت سو بيقرروا يفوتوا يشوفوا شو عم بيصير ولما يفوتوا هو بيكون نايم ولما يوعى بيجي بيقتل الصبي اللي معه للبنت البنت ما منشوفه بيقتلها بس we go into another scene where we see انه البنت صارت صورتها كمان على الحيط وكمان بيكون قتله يعني قتله يس خلص على الكل الحمد لله انكم معنا الحمد لله هون ما حنفرجنا احنا مبسوطين فيكم حتى الميوزك زياد بس ما بعرف اذا في صوت حدا عم يحكي في صوت maybe like 4 lines ايه ما كثير كنا حاطين حكي لانه انا بحس الساوند بالموفيز takes away شوي من البيربس تبع الفيلم يعني انا I want to show you visuals ما بدي اسمعكم especially as a it's a duration كثير صغير 5 minutes 6 minutes you know صحيح طب غير قصه التوقيت شو كان في صعوبات عندك زياد او حتى عند كريستي يعني الستريس الكبير هو الوقت بتخيل بهاليومين يومين انه علقنا مع بعض يمكن شي 200 مره بس انه That's the only way you can. لازم تعمل شيء product. كتير في ضغط كتير في إنه عم نحكي مع عالم وتليفونه ما بيوقف عم بيرن وبدي صور وبدي سكت العالم on set تنصور السين وكتير خبصة وهو عم بيحكينا من ميل إنه شو بعمل بالميوزك شو بدك أعمل بعطيلي footage نحن بعدنا ما صورنا سين ولا شيء you know like كل هيدا الكركبة اللي بتصير بالتصوير ما زال فتنا هلا بالميكينج شوي ورا الكواليس وين كان اللوكيشن ومين هن للممثلين كان بكفايا اللوكيشن ببيت الدي او بي هي هاز ا ليتل هاوس يعني فصورنا فيه الاكترز هنا ماريا شلتوا له الارنبيطه اخر شيء للدي او بي كم ارنبيطه صار؟ ست سبعه خزانين شلتوا له اياهم ليبطل في اثر من هالتجربه اللي يمكن خلينا له اياهم ما بعرف اذا بعدهم كن كبروا هلا ومين هو الممثل؟
كاني رحال وماريا غبشن اللي مثلوا وعنا جده المين اكتر هو بيو للدي او بي اكشلي هو منه ان اكتر ده فعتي له للدي او بي كريستي ايه no, no, كان لازم نو نو وي اول وركت از ا تيم بس هو شغل وبعده هي واز ريلي جريت يعني انا ما توقعت يعني منه يطلع هيك اكتنج ات اول انا قلت انه يلا ما عندي وقت وين بدي لاقي جده يلا حطوا له ميك اب كبروه شوي وما بعرف شو بتعرفي بهيك نوع من الافلام كثار بيقولوا انه اذا ما كان برو الشخص بالعكس بيكون ناتشرال وبيوصل الفكره بطريقه هو عن جد طلع من قلبه الشغل واول اول سين صورته معه طلعت هيك I was like oh okay he's an actor he's good yeah he is we should get him in the next movie definitely مشهد ثاني بس دخل الصبي والبنت مثل ما قلتوا ما بنعرف وين عم يدفنون نو اوف وهي البنت اللي بتفوت اوف صرت خاف من البيت انا ما بعرف انا بحس انه بينقصنا بلبنان هيك نوع من الافلام صح على طول رومانس على طول كوميدي على طول بلاك كوميدي اي انا ما بحب الكوميدي بيرسونلي هي صعب الكوميدي مزبوط كز انه انا ما كثير مش كل حدا بيخليني اضحك ان ا سيرتن واي يو نو انه ذاتس واي بيقولوا اصلا الكوميدي صارت بلبنان انه صار له 50 سنه ذات الكوميدي اوفر اكزاجريتد الكوميدي بلبنان كثير اوفر اكزاجريتد واي ثينك اكثريه الكوميدي عندنا هو دارك كوميدي لايك على طول دارك كوميدي اكزاكتلي سو ات واز ديفرنت بس نحن وي ديدنت بيك يعني نحن مش نحن بنقرر انه بدنا رعب هن لايك ذير از ا بوكس ونحن بنصير بنسحب يعني كل تيم بيسحب واللي بيطلع اكزاكتلي يعني حلو وانا كان بدي يطلع لي هورر فكثير انبسطت قبل ما نختم البروجكت اللي جاي شو راح بيكون شو بننطر منكم هلا هوبفلي وير وركينج اون وير غانا بي وركينج اون ذا فيلم اللي حيكون برودوسد باي ذا اكويبمنت تبع اليو بعد ما بلشنا بري برودكشن بس المفروض هلا بهالجمعتين نلتقى نبلش نكتب سكريبت عليه يعني الله يوفقك ثانك يو جود لك زياد جود لك كريستي وان شاء الله بنشوفكم قريبا ميرسي شرفتونا ثانكس ا لوت بعد البريك بتنضم لنا شيريل عزوري بتكون اخر فقره واخر ضيفه بتشرفنا لليوم لحظات قليله وبنرجع بنطلع عليكم مع شيريل